وزارة العمل تعلن الوجبة 221 للمشمولين بإصدار الهويات التعريفية الخاصة بذوي الإعاقة في محافظة بغداد وكذلك كربلاء. في البدء نقرأ عليكم محافظة بغداد. أعلنت رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحقوقية ذكرى عبد الرحيم الوجبة 221 للمشمولين بإصدار الهويات التعريفية الخاصة بذوي الإعاقة في محافظة بغداد الذين سبق لهم أن قدموا طلباتهم إلكترونيا بحسب قوائم الأسماء المبينة أدناها. وأشارت إلى أن المراجعة ستكون في مقر قسم هيئة ذوي الإعاقة ببغداد ابتداء من يوم الخميس الموافق 19 من الشهر العاشر 2023، لافتة إلى ضرورة جلب المستمسكات المطلوبة الآتية: أولا هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة، اثنان التقرير الطبي للمعاق، ثالثا استمارة التقديم للهوية عبر الانترنت والأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات الآتية: أولا إحضار المعاق، ثانيا الحضور فقط لمن ظهرت أسماءهم ولن يتم استقبال أي شخص لم يعلن اسمه. هذا الخبر فيما يخص بغداد. ننتقل بكم إلى محافظة كربلاء والخبر الذي يخصهم لذوي الإعاقة. العمل تعلن الوجبة 20 للمشمولين بإصدار الهويات التعريفية الخاصة بذوي الإعاقة في محافظة كربلاء المقدسة. أعلنت رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحقوقية ذكرى عبد الرحيم الوجبة 20 المشمولين بإصدار الهويات التعريفية الخاصة بذوي الإعاقة في محافظة كربلاء المقدسة الذين سبق لهم أن قدموا طلباتهم إلكترونيا بحسب قوائم الأسماء المبينة أدناها. وأشارت إلى أن المراجعة ستكون في مقر قسم هيئة ذوي الإعاقة في محافظة كربلاء المقدسة ابتداء من يوم الخميس الموافق 19 من الشهر العاشر 2023، لافتة إلى ضرورة جلب المستمسكات المطلوبة وهي: أولا هوية الأحوال المدنية والبطاقة الموحدة، ثانيا التقرير الطبي للمعاق، ثالثا استمارة التقديم للهوية عبر الانترنت والأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات الآتية: أولا إحضار المعاق، ثانيا الحضور فقط لمن ظهرت أسماءهم ولن يتم استقبال أي شخص لم يعلن اسمه. انتهى الخبر. تحياتي لكم الإعلام علي الدلوي.